أنت إضافة كبيرة جدا لبرنامج سكريبت، وأحد أهم الفقرات في البرنامج. معنا حمادة في غرفة التواصل. حمادة حياك الله. يا هلا وغلا. حمادة شوف، إحقاقا للحق ومن الآخر، وأنا رجال والله لأني بحب أبيع كلام، ولا أني أحب أزاود ولا نقص ولا غيره. حمادة الرجل الكبير جدا والعظيم، أنا لأن الشباب قالوا لي في الإربيز معلومة كان لابد أن أظهرها على الشاشة. الرجل اللي قدامكم الآن على الشاشة أنا أسميه هو الأب الروحي للمتسابقين، الأب اللي أمس وقف عند الباب ومنع زملاء من الخروج حتى لا يخصم عليهم، لأن الأستاذ ناصر الحربي قال لحد يطلع. حمادة اللي قبله شوي كان بهاج، يمكن ما كان يرغب في الحضور، لكن بهاج حمادة قال بيطلع يا بهاج وروح. حمادة صح أن هذا الأسبوع ما في شيخة، لكن أنا متأكد مثل ما يتأكد ومتأكد كثير من اللي يتابعونا أن حمادة هو بالفعل شيخ المتسابقين، ليس بما خلينا نقول بمسألة بعيد عن الطقطقة والضحك. حمادة هو أب أو أخ كبير للمتسابقين، شاء من شاء وأبى من أبى. أنا جبتك بس يا حمادة عشان من الآخر ببدي إعجابي فيك أمانة. لا بعد رأسي والله أني صادق. يمكن مزحنا معك مرة، يمكن صار بينا خلافات، يمكن، لكن في الأخير إحنا نتأكد أن حمادة هو الشيخ غير المتوج لبرنامج سكريبت. أولا الله يطول عمرك والله يرفع ثناك يا أخوي سعود. سكريبت هي قافلة، قافلة نقودها نحن وتوجهون أنتم. المفروض إن حنا 20 شخص نقودها والموجهين أنتم للطريق الصحيح. لكن للأسف أولا أشكرك على كلامك، لكن وتمنيت سألتني سبب انحدار أو البرود في النسخة هذه، نسخة سكريبت. للأسف مع احترامي لكم كانت بسببكم. سبب من؟ سبب فوكس. سم ليش؟ احنا نسمع. أنا بقول لك تفضل. لما تكون أنت الموجه للغافلة وأنا رحت يسار والمفروض أروح يمين، أنا اللي أقود، لفيت خطأ، أنت ما تقول لي يا ولد تروح يمين، تقول له تراك خطأ فقط. أنت تبين لي إني أخطأت، ما تقول لي حمادة تعال سو كذا. للأسف مع احترامي لكم هدمتوا فينا أشياء واجد بسبب الأشياء اللي تقولها عن غير قصد، معليش يعني. مثل إيش يا حمادة؟ مثل أنا بأتكلم. تفضل. عندما يتكلم نرجع للوراء قليلا، سالفة المسرح والارتجال في المسرح، كنت أنا معطيني الدور بدون دور، وتكلمت هنا ووضحت أني بدون دور وبدون اسم مسمى وبدون نص. فيقول لي سعيد بن درعان يقول حمادة سهلة، ارتجل يا حمادة، قه في قلب الله يفقه أنت يا حمادة. سعيد أنت عارف شو معنى مسرح؟ هل خد دورة فيه قبل عشان تتكلم مع حمادة كذا؟ هذا واحد من الأشياء. ثانيا الأخ فهد معيان يقول احنا اهل الدوره والشباب المتسابقين تو الحين يقولها. سعيد دوره سعيد ايش مبرر عدم الحضور؟ مبرر عدم الحضور تكلمنا مع سعيد اليوم. ايه اولا تبكير الوقت، ثانيا يوم الجمعه. ايش دخل يوم الجمعه؟ الاثنين اللي ظلم انا بعلمك ايش دخل يوم الجمعه. يوم الجمعه ننتظر نصلي الظهر. ما تنامون؟ ما ننام. ايش دخل؟ انا بقدر انام للساعه ما لها دخل. متى جاز عيد يا لا لا احنا نصلي الجمعه. طيب نصلي الجمعه، فتروح تجي تحط مفلح وسعيد في نفس اليوم في اوقات مبكره، رجعها. طيب خلها بعد العشاء. لا عندك بعد العشاء يوتير، عندك اوتسايد طيب في قبلها اوقات اللي تحط سعيد. طيب. الشيري حنا بيه خلصت سعيد. لا انا اتكلم اولا انتم اخوان كبار لنا والكلام اللي قلته ما يقلل منكم، الله يطول عماركم، بس وجهونا يا فوكس توجيه. طيب وليس حمادة. حمادة نقطه اخيره بقولها بعدين باسكت مره واحده نقطه اخيره. طيب لما تتكلم وتتهكم يا سعيد ويا فهد ويا سعيد على اساس الجوالات، يا جماعه اليوم ما حد استخدم الجوال، ايش معناها؟ معناها معهم جوالات. ليش ما عمرك زينت نيتك فينا؟ ليش ما قلت الشباب يبون يحافظون على نقاطهم؟ طيب انا اقول لك يا لان زملائك في البث طالعين يقول احنا ماسكين سيره سته على جوال. بس بسيطه جدا. لان يا حماده مشكلتكم في انفسكم مش فينا يا حماده، مشكلتكم منكم وفيكم. حماده متى ما كنت انت قوي
تمام؟ متى ما كنت أنت قوي في ذاتك كلام الآخرين لن يؤثر فيك، متى ما كنت أنت صلب يا حمادة لا سعيد ولا سعود ولا فهد لن يؤثر فيك أيا كان. مسألة لما أقول لك هذا خطأ يا حمادة معروف، إذا كان هذا خطأ فالصواب يسار، وإذا كان أنت في اليسار وخطأ فالصواب يمين. حمادة ما أنا ما أقول إحنا 100% صح، ممكن أحيانا إحنا بشر في الأخير وإحنا نقدم عمل بشري هنا، لكن كثير من الأمور قدمناها والنصائح والرشد والشباب مو مقصرين في الفقرة، والفقرة هي منكم وإليكم وهي انعكاس لأفعالكم. وأنا تأكد يا حمادة إحنا مش هنا فقرة طبطبة، ولا جينا نبحث عن رضاك، ولا نبحث عن رضا أي متسابق، ولا نبحث عن رضا أي شخص عاطفي، إحنا هنا لعرض الحقائق فقط، بنعرض الحقيقة. أعجبتك كان بها، ما أعجبتك يا حمادة وتضايقت منها تستطيع أنك تجي هنا في الغرفة وتتواصل معنا، وإحنا ما عمرنا ردينا أحد، بالعكس أنتم عندكم مشكلة كبيرة جدا في التواصل يا حمادة، مشكلتكم حتى التبرير مش أحد قادر يبرر. يعني إيش مبرر لما الآن يجيك سعيد الحارثي وأنت تعرف أنه جاي تقول لي أنا نايم الظهر؟ يا حمادة لو ما نام إلا ساعة، يا حمادة ما أنا ما ودي أكثر استشهاد بأحد المتسابقين، لكن في متسابق مرة جت قناة فضائية صورت معه بث، جلس 48 ساعة يا حمادة مواصل، والله ما غاب ربع ساعة عن البث، ما غاب 5 دقائق، 48 ساعة. لا مبرر يا حمادة لتقصيركم، لا تضعون آخرين شماعة لتقصيركم يا حمادة. والجحود أنت حمادة سعيد، شوف شوف خلني أكمل، أنا سمعت منك للأخير يا حمادة واسمع من مسلم 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 حمادة. شوف أنا قلت لا، قلت إحنا مش كاملين، لكن فقرة فوكس نقدمها لإصلاح الخلل، أنت بذكائك تعرف طريقة الإصلاح، مش لازم أنا أقول لك ترى هذه طريقة الفك والتركيب هي سهلة. إحنا قلنا هنا الخطأ، إحنا قلنا 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 كثير. لا لا اعذرني، الجحود أمر سيء للغاية، سالفة أنك تأتي وتقول أنكم أنتم تقولون إحنا مخطئين ولا تعلمونا، لا ما حصل. تنكر يا حمادة كم مرة جلسنا معكم تحت البث؟ تنكر يا حمادة كم مرة جلسنا من زياد إلى أصغر موظف جلسنا نعلمكم تفاصيل هذا الإعلام؟ تنكر حتى جلوسكم في اللوكيشنات ما كنا نوجهكم كيف تسوون؟ تنكر يا حمادة كم مرة نصحناكم على الصلاة؟ تنكر يا حمادة كم مرة تكلمنا عن فقرة سعيد الحارثي وأنه لازم تحضرونها؟ تنكر يا حمادة كم مرة قلنا إذا كان معك جوال فاستتر لا تفضح نفسك في الهواء؟ كيف تأتي يا حمادة وتجحد هذا كله؟ طيب أخوي فهد الله يطول عمرك، أسعد الله مساءك، أسعد الله صباحك. إحنا لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه. أنا ما أقول لك كلنا رسل ونحن يوحى إلينا ونسوي الرياليتي بالإيحاء، لا، إحنا عندنا أخطاء. أنا أقول لكم أنتم بوصلاتنا، أنت تقول أنتم جايبيننا من بيوتنا، أنت تقول طيب الآن. مثل ما تسوي فهد أتمنى تنتظر وتسكت لين أخلص كلامي، مثل ما أنا سكت وانتظرت خلص كلامي. اعذرني لا يا حبيبي، لا تخرج من الموضوع عشان أعطيك هرق، لا تخرج طيب. من الموضوع أنت شف. الآن تقول يا حمادة إن حن نقرعكم ونقول أنتم خطأ ولا نوجه. أنا هل حصل؟ أنا قلت إنكم ما توجهونا، لا إلى الآن أنتم بوصلاتنا التي تعلمنا أن احنا في الخطأ. حمادة لكن ما توجه. حمادة فهد دقيقة، حمادة قبل يومين جيناك وقلنا الجلسة يا حمادة الحمراء إيش وعدتنا فيه؟ إنها تكون جلسة عادية وليس تجمع. قلت من المغرب للعشاء. نعم التجمع يكون فيها من المغرب إلى العشاء. خلال 3 أيام رصدناها، معدل الجلسة فيها 4 ساعات يوميا. هذا ما هو توجيه يا حمادة؟ وين يا حمادة؟ توزيع اللوكيشنات يا حمادة، التفاعل مع الفقرات يا حمادة، قلنا تفاعلوا بس نبي تفاعلكم يا حمادة. حتى اليوم في الأوتسايد يا رجل، أنا ما أقول ادعي بس يا أخي يا حمادة، حتى مع سيد عبد الرحمن الكليب ماخذينها طقطقة يا حمادة. يا حمادة الفقرة رسمية والرجال جاي، يعني الفقرة من ينجحها حتى وإن كانت الفكرة خلينا نقول ما جازت لك يا حمادة ولا جازت لزملائك، فوكس ما له دخل في تفاعلك مع الفقرة. يجيك المقدم يبيك تتفاعل معه في الفقرة ويعطيك كروت بدل ما تتحمس وتتفاعل معه، برود تأخذ الكرت منه، أي رجع عطني الأصفر تكفى خلني أروح عطني الأحمر. هذا ما له دخل في فوكس. في وليد قشران يجي يجهز لك لوكيشن ويجهز لك تفاعل، وفي الأخير تفاعلكم نايم. حسين آل البيت يجيب ضيوف يبي الناس تتفاعل، يبي قصايد منكم وشعر وسالفة، ما حد منكم يشارك بمشاركة واحدة، ما لها دخل فوكس في هذا كله. أبو عبد الله هذا الرياليتي اللي احنا نتكلم عنه يا حماده. انا بقول لك لا، هذا لا ترمي، لا تجعل فوكس شماعه، لانك تعلم ان هذه الفقره هي فقره الحقيقه، احنا ما نجامل ولا عندنا يا حماده. شوف ولا عندنا في متسابق، ولا عندنا في راي جمهور، ولا عندنا راي احد، احنا سنقول ما يمليه علينا الحق واللي نشوفه احنا وبنمشي عليه شاء من شاء،
أبى من أبى زعل من زعل. نعم هذا حصائل شفتوا عدم التفاعل. هذا خليه يعلق. سعيد 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 زرعته من حمادة المتحكم، حمادة اللي يقوم اخوياه، حمادة حمادة إلين وصلت المرحلة أنا ما عندي استعداد أفقد أي واحد من اخوياي ومستحيل أجبره على شيء. يعني أنت تتكلم من الأول من الأول من الأول كنت أسيطر عليهم بمحبتي، يدرون أني أحبهم، يدري لما أعطي أمر يدري أنه مو بحمادة بقوته، حمادة بكبر عمره، لا حمادة بمحبته له. يا دخل يا حبت الياء الآن الآن الان انا مستحيل اخسر اي احد من اخويا باني اعطيه امر او غيره. طيب طيب ايش دخل ايش طيب خلاص سعيد ادخل. من اللي حطك اصلا انت امر ولا تنهى؟ من اللي حطك انك تامر ولا تنهى؟ سعيد يا رجل انت مع خالد الدوسري في جلسه، خالد الدوسري يقول روح جيب الجوال وانت قاعد ترجع له عشان قضيه الجوال، لما تكلم تقول جوالات تقول ما معنا جوالات، انت براسك ترجع لخالد الدوسري. وش اقول له؟ انت تقول لخالد الدوسري يقول خويه روح جيب الجوال، انت تقول اسكت انت براسك يا حماده. لا لا يا حماده لا دقيقه دقيقه حن سعيد حن سعيد لا لا دقيقه حماده حن لو ندقق على كل صغيره وكبيره ما خليناك تنفس لا انت ولا غيرك، لكن حنا ما بهذا ديدنا ولا شخصنا مع احد منكم، حنا تكلمنا اكثر من مره في اكثر من جانب وبدا يتعدل. ايش معنى في توجيه وفي فوكس على الشيء اللي قاعد؟ ايش الجانب اللي عدلته؟ الصلاه. ايش فيها؟ وضعها نفسها اول نفسها باقي. إيه؟ والسبب العيب فيكم لأنكم ما تسمعوا كلامه. والسبب الآن العيب علينا أدري. الآن إحنا جالسين ندور في حلقة مفرقة، إحنا عرفنا الهدف من مداخلة حمادة، حمادة يبغى يجي يقول أنتم ضريتوني لكن أتكلم بصيغة الجمع. هذا اللي استشفيته من كلامه. إيه الدليل؟ الدليل إنه تكلم 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 ثم خرج من الموضوع ثم رجعناه وتكلم وناقشناه ثم قال أنا هو يتكلم مش هاجموني. المشكله شخصيه امامها. حماده حماده ليش ما جيت من اول وتكلمت عن نفسك؟ ليش هذه الدائره الكبيره لي؟ لا تتكلم بس تكلم عن نفسك. لا تتكلم بسمحت. لا 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 اعذر، هو ما تكلم بسمحت، هو يبغى يدخل في موضوع انكم انتم كنتوا تقولون اني انا اسيطر وانتم تهاجموني. هو يبغى كذا فجابها من ورا بس. حمادة احنا نعرف المفروض جيتنا سيدة يا حمادة احسن من الهبد هذا اللي جالس. حمادة يا ابو معيان جعلني مبكي ترى احنا كبار ونفهم بعض. حمادة انا راح نفهم ما تسوي الحركة. انا اتكلم لكم سالتوني سؤال علنتكم بالسبب. ما سألناك عن نفسك. لما ندخل كلنا ما سألناك عن نفسك. بكلم لما نجتمع على قلب واحد يقودنا شخص واحد حن كلنا مع بعض. ما هو لازم تقول لما سلطان الهلال تنتظر اي واحد من ذول. اي ليش تزعل عشان ما عاد صار لك امر يعني تجيت تجي من بعيد خلاص الى الان لازم انت تكون اللي تقود. فهد انا الى الان لي امر بس امر لا امر حبي مع اخوياي. طيب من اول كان بالغصب يعني؟ شلون بالغصب؟ الحين حبي من اول كان انتوا ترجمتوها لهم بالغصب. انا اسال الان حبي اول كان حبي اكثر حبيه مو خلاص كانوا ملتئمين ما تغير شيء يعني انت يعني انت جاي تكون بشروط تغير اشياء انت جاي غرفه التواصل عشان تقول انتم تجرحوني. قول سيده بعيد عنك في الدوران. حماده انت تدري اني انا الوحيد اللي ممكن تجرحني ولا ادري عنك. حماده حماده تفضل حبيبي. لا انت تاثرت. انا إيه؟ وسبق جيت في المكان ذا وكنت تشتكي من الاستاذ تركي الدوسري وان اثر في حماده وان دق المسمار النعش الاخير في حماده وحنا وقفنا معك وقلنا بالفعل يا حماده انت لا تستحق هذا الكلام. هذا هذه وقفه انت نسيتها قبل شوي. حماده اتمنى انك بس ما تجحد معروف فوكس. مش مساله ان احنا دائما نظهر الحقائق واحيانا في ناس يقفون ضدنا نتراجع. لا سنبقى نظهر الحقائق حتى اخر حلقه في البرنامج. طيب. لن نتراجع. حماده انت تمنيت انك تتكلم بلغه الجماعه اللي بديت بها الحلقه، ما دخلت في مساله الشخصيه وانك في الاخير أن كلام فوكس أو غيره سحب السلطة من حمادة وصار زملاء تمردوا عليه. المشكلة في زملائك مش فينا. تفضل. ثانية، أولاً أنت لو تسمع كلامي بداية المقابلة إيش قلت عنكم؟ أنتوا أساتذة ومجرد عتاب بيني وبينكم. ما لحقنا شك يا حمادة. شوف هذا نقاش لا يفسد الود قضية. أيوة لا لا تفكر أني أقول أني أتحكم عليكم. لا عتاب إخوان. قلت لكم أنتوا الموجه لهذه القافلة. حن في قافله البرنامج انتم موجهينه. ولا انا ما قلت ما علينا منكم. حمادة. لا في الختام انا اعتب عليكم بس على الشيء هذا. حمادة. ثانيا تركي الدوسري يوم اشتكيت منه لانه ضربني
في المكان اللي انا جاي عشانه اصلا، ضربني بالجمهور. انا اعترضت على الشيء هذا، الجمهور لا اقدر انا اصف امامه. الجمهور لو يامر حماده يطلع يسحب شنطته ويطلع حماده. طيب. حماده ما جل عشان الجمهور. حماده في الختام انا بقول لك رساله، لن يغير هذه المداخله في رايي اللي بديته في اول الحلقه. حماده هو الشيخ المتوج، هو الاب الروحي للمتسابقين. ساعدوني. ساعد. لا يساعدونك زملائك مش حنا. ويساعدونك زملائك. يساعدونك زملائك مش حنا. إذا زملائك يا حمادة إذا أنتم صف واحد كلام ناقد أو كلام فقرة أو كلام أي شخص أو كلام جمهور أو كلام أكبر شخص في العالم لن يؤثر في لحمة هذه المجموعة إلا إذا كانت هذه المجموعة هشة وبينها فراغات. متفكر. لا تجعلون بينكم فراغات، وأنت تعرف ما أقصده جيدا يا حمادة. ولا تجعل هناك جدار قصير عندكم أحد يستطيع أن يدخل من خلاله. بس. شكرا لك حمادة على هالشحم أخوك، أتمنى لك التوفيق. بما أن هذا الأسبوع ما في شيخة، ترى حمادة فرصتك، لأن ما في شيخة هذا الأسبوع. الأسبوع الجاي لو سمحت أخوي سعود، أنا شيخ من يوم واحد إلى سكرب 90 إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق، ما حد يعرضك فيها. الله شيخ متشكى. يلا شكرا لك فهد معيان، أعلن الحرب فهد معيان. شكرا حمادة. طيب جماعة الخير، كان اليوم فيه تدشين عمل عن اليتيم.